السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هاني أم يحيى في فقرة المشاهير. اليوم سناء عكرود المعروفة بعويشة الدويبة تنصح متابعيها بالانحراف. تقاسمت الممثلة المغربية سناء عكرود تدوينة مع متابعيها بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، تنصحهم من خلالها بالانحراف. وكتبت سناء عكرود في تدوينتها التي اجتاحت مواقع السوشيال ميديا، كتبت: فلننحرف قليلا، الانحراف جميل، لا توفوا بوعودكم، لا تلقوا التحية ولا تعتذروا. تابعت أيضا: ناموا لساعة متأخرة، كلوا ما طاب لكم من الأكل، حلو مالح مسوس كل شيء، أحبوا من تريدون، وألقوا الأنف والكرامة والحياء في أقرب قمامة. صافي. وخلصت تدوينتها التي أخذت طابعا فكاهيا بالقول: ديروا اللي بغيتوا أشغي وقاقع، وهيك لاباس، انحرفوا انحرفوا، مشتوني مشتكم. كانت هذه التدوينة التي أثارت انتباه جميع المتتبعين، والتي قالتها في قالب فكاهي، ولكن أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. كان هذا الفيديو